مروحتين تبريد من الاوكازيون، بيشتغل على ولاعة العربية كده اهو، بتثبته ويجي معاه لازق دبل فيس لو مفيش مكان في العربية. في مستويين ليها، ادي اول مستوى، التاني بتشتغل معانا 360 درجة، يعني ممكن تلف كده لو حد جنبك مثلا او كده، ومروحة نفسها تيجي كده او كده كده اهي، تلف معاك كده كده. ده المستوى التاني، و ده هو كده. هطلع المستوى الأول برضه اللي هو بتاعها قوي.